السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة أميرة بيتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قبل ما نبدأ الفيديو ديال اليوم البنات، بغيت نقول لكم قولوا لي بالضبط شنو بغيتوا تشوفوا اكثر في القناة ديالي. كنت سبقت لي حطيت لكم واحد البوست ديال التصويت، يعني تصوتوا بالوصفات ولا روتينات ولا الافكار ولا اي حاجه بغيتوها، كتبوها ليا في التعليقات البنات باش نعرف شنو بغيتو ندير لكم اكثر. بالنسبه للفيديو ديال اليوم البنات، غادي نهضر، غادي نقول رايي صريح في واحد الوصفه سمعت بها مؤخرا، ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك واليوتيوب. هاد الوصفه هادي هضروا عليها البنات بزاف، الوصفه ديال التسمين ولا الغلظ ديال القلب السكر. هاد الوصفه هادي البنات كما قلت لكم دايرين عليها البنات بزاف في الفيديوهات، كل وحده ودارتها بواحد الطريقه خاصه بها، يعني الوصفات مختلفين. كاين اللي كتشد داك القلب ديال السكر كتخلطو مع الجوزه، كاين اللي كتشدو كتخلطو مع واحد الدواء تيتباع في الصيدليه، يعني كل وحده وكيفاش دارت الوصفه. وش غنقول لكم البنات، وكيشدوا هذاك الخليط ديال السكر مع الجوزه ولا الفانيد، تيخلطوه في الاخ كيخلطوه في ال... كي كيزيدوه مثلا الحسوه ديال الشعير ولا اي حاجه بحال هكا سائله يشربوها وينسوا. اش غنقول لكم البنات، بالنسبه للراي الصريح انا في هذه الوصفه، السكر بصفه عامه تيغلط، تاكلي اي حاجه فيها السكر راه تتغلط. ولكن اللي غنقول لكم راه السكر راه مضر بزاف في الصحه، وكيتعتبر من السموم البيضاء ومعروف عليه راه سم ابيض، يعني واخا يغلطكم يعني راه صحتكم غتضيع، توليو في امراض اخرى. هذه هي نصيحتي اللي نقدر نعطيها لكم البنات في هذا الفيديو. وانا ماشي ضد الوصفه، الوصفه زوينه بزاف البنات، غير تفاداو فيها السكر. يمكن مثلا عوض السكر نقدر ندير العسل الطبيعي، يعني راه هو مفيد بزاف وتا هو كيغلظ، يعني ما نحتاجوش كاع نديرو السكر في الوصفه. ولا غنعطيكم انا واحد الطريقه كنستعملوها بزاف، حنا معروفه علينا حنا الشلوح تنديروها بديل السكر. واحد الحاجه كنديروها شنو، مثلا الا كان عندنا الموسم ديال التمر، ملي كنجنيو التمر بعض المرات كيكون عندنا واحد النوع ديال التمر شويه قاصح، كناخدوه كنفرشوه في شي بلاصه وكنديروه في وكنحطوه في الشمس مده اسبوع ولا اكثر من اسبوع، يعني حتى كيجف تماما داك التمر، وكناخدوه كنطحنوه حتى كيولي بودر. هذيك البودره ديال التمر هي اللي كنديروها كتحليه بزاف ديال الحوايج، اللي هي بديل طبيعي ومفيد بزاف وغيزيد حتى في الصحه ديالكم، وطبيعي كما قلت لكم احسن من السكر. يعني بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا الوصفه، يعوضوا مثلا هذه البودره ديال التمر يعوضوها ب كبديل للسكر بلا ما يديروا السكر. وكنتمنى يا ربي نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا، يعني مجرد واحد الملاحظه بغيت ندير نقولها لكم. لحق الصراحه هذه الوصفه فيما دخلت كنلقاها، وبغيت نقول الراي الصريح عليها. اذا البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يا ربي تاخذوا فكره وتستفدوا من هذا الشيء كامل اللي قلت لكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.